تتبدل الوجوه فتختلف الآراء. كان في آراء مختلفة، كان في أحداث مختلفة. تتسابق الكلمات. إيه شاري عملكم للشباب؟ وإحنا كفرة؟ فتتشابك أحرفها. 2012 أصعب سنة وأطول سنة في تاريخ مصر حتى الآن. ولتروي قصة نجاح تحتاج لسنوات، وها هو آخر النهار يطل عليك بثوبه الجديد بعد نجاح دام 3 أعوام، وليروي لنا قصة شعب في آخر كل نهار.